بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد المنهج بتاعنا في هيئة المحادثات اللي جت قبل كده في الامتحانات والمحادثات المقررة عندنا في الايه في الكتاب. كل حلقة ان شاء الله هنزل محادثة، حاولوا تتابعوا القناة وتشتركوا فيها عشان تتابعوا المحادثات اللي هتنزل بعد كده. مجدي ميتس جوزيف هو از ا فورينر. مجدي بيقابل واحد اسمه يوسف اللي هو المفروض ان هو شخص اجنبي بيزور الشركة بتاعته. مجدي طبعا اول ما قابله قال له بليز تو ميت يو جوزيف. I'm مجدي. I'm a design technician in this company. انا راجل تقني تصميم في هذه الشركة. رد عليه جوزيف وقال له بليز تو ميت يو تو مجدي. يبقى انا كده اتعلمت ان لو حد قال لي بليز تو ميت يو اقول له بليز تو ميت يو تو، يعني مسرور بلقائك. انا ارد عليه واقول له مسرور بلقائك ايضا. بعد كده كوما واحط الاسم بتاعي اللي انا جاي اللي هو مثلا مجدي او اي اسم موجود معايا في الايه في الحوار. طيب I come from London. I come from London يعني انا جيت من لندن. طيب لندن دي المفروض ان ده مكان، يبقى انا المفروض دلوقتي عشان اسال على مكان ده يبقى انا هساله من اين، اللي هي اسمها ايه where. يبقى السؤال بتاعي هنا هيبقى اسمه where. بعد كده انا المفروض احط فعل مساعد. عشان احط فعل مساعد ببص على الفعل اللي موجود. الفعل اللي موجود عندي فعل في المصدر، يبقى الفعل المساعد اللي عندي هنا اسمه دو. طب لو هنا بيقول لي هي كامز يعني في اس، يبقى في الحاله دي الفعل المساعد عندي اسمه داز. يبقى وير دو الاي هتحول ليو، يبقى وير دو يو. بعد كده الفعل عندي اللي هو كام فروم، وير دو يو كام فروم. الاجابه طبعا عندي هي كلمه لندن. طيب بعد كده رجع مجدي سأله سؤال تاني، رد عليه جوزيف قال له I am a computer programmer. I am a computer programmer. يبقى هو سأله ما هي وظيفتك. ما هي وظيفتك يبقى ما أو ماذا اسمها what. الفعل المساعد اللي عندي هنا المفروض ان هو كان بيقول له ايه I am a computer programmer، فالجملة عندي هنا فيها فعل مساعد am ومع الضمير اي. بس انا لما اجي اساله هقول له ما هي وظيفتك انت، يبقى انت انا هستخدم ايه يور جوب، دي اللي هي الوظيفه بتاعتك. المفروض ان يور جوب دي مفرد، هتاخد ايه من دول؟ قال لي دي في الحاله دي بقول اسمها وات از يور جوب. يبقى السؤال بيتكون كده، لما اجي اسال حتى على الوظيفه بقول له وات يور جوب او وات از يور جوب. بعد كده رد عليه يوسف وقال له I am a computer programmer. انا مبرمج كمبيوتر. مجدي ساله سؤال Is it your first visit to Egypt? Is it your first visit to Egypt? دي اول زياره ليك في مصر. طبعا هنا ما عنديش اجابه ورا اقول عليها yes او ايه او نو. ففي الحاله دي لو قلت yes ماشي، ولو قلت نو برضو ماشي. اهم حاجه في الموضوع ان لما اقول yes او نو هجاوب بعد كده اكمل الجمله ازاي. Is it يبقى المفروض اقول يس واحط مكانها بعد كده ات وبعد كده از، يبقى يس ات از. طب لو قلت نو يبقى نو ات واحط از ازنت، يبقى نو ات ازنت. نو ات ايه ازنت. ده اول دايلوج معانا، تابعونا ان شاء الله يبقى في دايلوجات تانيه نكمل بيها ان شاء الله المحادثات اللي جت في الامتحانات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.